طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حوار المساء، والتي نركز فيها على محورين. الأول، ولايتي من بغداد يهاجم واشنطن، والخارجية الإيرانية تنتقد العقوبات الأمريكية على ميليشيا النجباء. وفي المحور الثاني نناقش حملات نزع السلاح التي تواجه رفضا عشائريا في المحافظات الجنوبية. فاصل ونعود إليكم. أثار علي ولايتي مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي جدلا واسعا في العراق بعد مطالبته من أسماهم المقاومة العراقية بمنع انتشار القوات الأمريكية شرق الفرات، وأضاف أن بلاده لن تسمح بعودة الشيوعيين والليبراليين إلى الحكم في العراق. كما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي بأن واشنطن مربكة من وجود ما سماها حركات المقاومة في العراق، ولذلك فرضت عليها عقوبات، مشيرا إلى أن توجه واشنطن لفرض عقوبات على ميليشيا النجباء في العراق خطوة ترمي إلى إلغاء التيارات الرئيسية في العراق والمنطقة. نتابع هذا التقرير ونعود للنقاش. لا تكف إيران في كل مرة عن الخروج للافتخار بما تعتبره نصرا ويعتبره خصومها استحواذا أو احتلالا أو تدخلا سافرا على أقل تقدير. في العراق كما الحال بسوريا واليمن وحتى لبنان تتطابق الرايات الصفراء أيديولوجية وممارسات، ويستمر التمدد والتوغل لأذرع لا يميز فيها العسكري من السياسي، تفترق هنا وهناك لكنها تجتمع في طهران. وطهران أيضا باتت شديدة الحرص على إظهار تبعية أذرعها لها، فتتفاخر بصنيعهم تارة وتحذر من المساس بهم تارة أخرى، كما حدث مع ميليشيا النجباء مؤخرا ومن قبل مع ميليشيا حزب الله اللبناني. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي خرج مدافعا أو حذر مهددا من المساس بميليشيا النجباء بعد أن اعتبرتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية. هذا الدفاع أو الرعاية لم يكونا جديدين على الإطلاق، فالبروبوغاندا الإعلامية سواء لهذه الميليشيات أو حتى إيران تدأب على إعلان الولاء للمرشد الإيراني علي خامنئي، لكن توقيت الإدانة وظروفها يحيل إلى الصراع القديم المرشح للاشتعال. فهو يأتي وقد وصلت الأمور بين شركاء العملية السياسية في العراق إلى حد الاتهامات وربما أكثر، فهذه كتلة صادقون التابعة لميليشيا الحشد تتهم حيدر العبادي بالعجز أمام إخراج الأمريكان من العراق، لكن الكتلة نسيت أو تناست أن من أرسى دعائم العملية السياسية وولاة نعمتهم والتي باتوا طرفا فيها هم الأمريكيون أنفسهم. وفي العراق كما في إيران يستمر الصف الإيراني بالغناء على اللحن ذاته، فيخرج مسؤول إيراني رفيع ليعلن أن إيران تسيطر على 5 دول في المنطقة وتتمدد حتى تنزع يد الولايات المتحدة عنها لتحل محلها الإمبراطورية الفارسية. هذا الكلام لعضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران رحيم زغدي. وبعيدا عن ما يمكن أن تستدركه بيانات الساسة أو فرضيات الحرب على عدو مشترك أو حتى بديهية دول متحالفة، فإن نظرة عن قرب تؤكد وتثبت أن المنطقة أخذت بالخروج من حرب الوكالة إلى صدام مباشر بين الأطراف. ولمناقشة هذا المحور ينضم إلينا هنا في الاستوديو الأستاذ بهجة الكردي الناشط العراقي المستقل، والأستاذ محمد المذحجي المتخصص بالشأن الإيراني من لندن، فمرحبا بكما معنا. أبدأ معك أستاذ بهجت. ولايتي طالب بمنع انتشار القوات الأمريكية شرق الفرات، هل هذا يعني بأنه أمر للميليشيات لضرب المصالح الأمريكية في العراق، أم أنها تصريحات فارغة كما يقال جعجعة بلا طحين؟ لا يا سيدي، لا أتصور أنه هناك يعني إيران لا تريد أن توصل هذه الرسالة بهذه الطريقة، يعني تريد توصل للعراقيين أنه إحنا لازلنا ضد الوجود الأمريكي، وهذا غير صحيح أخي. الحكومة الإيرانية وكل ما موجود داخل العراق يعمل بأوامر أمريكية، واضح من خلال نتائج ما حدث. يعني
اليوم إذا ولايتي في بغداد واضح أنها رسالة من خامعني. نعم. وأنا أستغرب ليش يوصلها عن طريق المالكي، ما وصلها عن طريق مثلا العبادي أو رئيس الجمهورية أو غيره من رئيس البرلمان. المهم هذه حقيقة ضحك على الشعب العراقي من جدة وجديد. أسمع قبل أيام لأحد أعضاء البرلمان اللي مسؤول عن اللجنة الأمنية حاكم الزاملي يردد ما كنا نقوله قبل 10 سنوات، يقول أنه إيران الولايات المتحدة سلمت العراق إلى إيران. نعم. طيب إذا أنتم قبل أيام كنتوا تقاتلون معها وأمريكا تحميكم، فهذا وما زالوا معها طبعا، وهذا الكلام من بعد يسمعه يعني التحالف الأمريكي. أنا دائما أقوله مع إيران تحالف أن إيران تكون رافعة للاحتلال في العراق. نفس الدور تأخذه إيران في سوريا. إيران رافعة للروس في سوريا. وكل ما يقال غير هذا هو في باب الدجل، على أساس أنه لا زالت الشيطان الأكبر، وأنه هذا التواجد الأمريكي شرق الفرات على أساس أنه سيقطع التواصل ما بين يعني سوريا والعراق، لأنهم يعتبرون نفسهم جبهة مقاومة. أستاذ محمد، يعني ماذا تمثل منطقة شرق الفرات بالنسبة للأمن القومي الإيراني برأيك؟ في البداية أحيي حضرتك وأستاذ بهجت وأيضا أستاذ المشاهدين الكرام. حياك الله. طبعا منطقة شرق الفرات تعتبر حلقة وصل للمحور التي إيران تصفه بمحور المقاومة طبعا المزعومة، وهذا المحور هو ليس إلا جزء من خريطة أوسع أو من خطة أوسع، خطة جيوستراتيجية للصين تسمى بطريق الحرير الجديد. وإيران تحاول أن تضبط هذا الجزء من الجغرافيا، خاصة جغرافيا غرب آسيا الحساسة، لتعرض هذه الورقة على طاولة مفاوضات مع الجانب الصيني وأيضا الجانب الأوروبي الداعم، الجزء من الأوروبيين الداعمين لهذا المشروع العملاق. وسبق أن كشفت مجلة Foreign Affairs التابعة لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، الذي في ذلك التقرير وصفت الصين إيران بأنها قلب مشروع طريق الحرير الجديد. ونعلم أن إيران بالنسبة للصين تقع على مفترق طرق باتجاه آسيا الوسطى ومنطقة قوقاز ومنطقة الخليج العربي ومنطقة غرب آسيا. الآن الولايات المتحدة تريد قطع هذا المحور وتفكيك هذا المحور حتى لا تستطيع الصين أن تصل إلى هذه المنطقة الحساسة وحوزات نفوذ أمريكية أخرى في المنطقة. ومنطقة شرق الفرات في الواقع هي المنطقة التي تعتبر المنطقة الحدودية ما بين العراق وسوريا. وحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية قبل ما يقارب 6 أشهر نشرت تقريرا عن إنشاء الجيش الأمريكي أكثر من 10 قواعد على الحدود العراقية السورية داخل الأراضي السورية. واليوم عضو مجلس النواب العراقي جاسم محمد جعفر، والمعروف بأنه من مقربي حيدر العبادي رئيس الوزراء، كشف عن عزم الولايات المتحدة وتخطيطها لإنشاء قواعد عسكرية متعددة على الحدود العراقية الإيرانية خلال الفترة المقبلة القريبة، يعني على المدى القريب. نعم. وإذا وضعنا هذه المعلومات بجانب معلومة أخرى تحدث بها جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي في 8 شباط فبراير الحالي، الذي طالب أعضاء حلف الشمال الأطلسي الناتو بإنشاء مركز قيادي دائمي في العراق ثابت، وضع مركز قيادي. واليوم هذا المساء سيتم مناقشة هذا الاقتراح الأمريكي في اجتماع وزراء الدفاع أعضاء الدول أعضاء حلف الأطلسي شمال الأطلسي، ومن المقرر أن يتم التصويت عليه خلال اجتماع قادة حلف الأطلسي في شهر حزيران يونيو القادم. نعم. إذا شرق الفرات هي منطقة صراع
ما بين واشنطن وما بين طهران. أعود إليك أستاذ محمد. أستاذ بهجت، يعني في لقاء جمع ولايتي بنور المالكي الأخير حذر من أن أمريكا تسعى إلى أن يكون لها موطئ قدم جديد في العراق، وأن العراق يعني كما قال ليس كاليابان وكوريا الجنوبية، ولن يكون بإمكان الأمريكيين الوجود العسكري فيه. ألم يوقع المالكي اتفاقية ما يعرف بالاتفاقية الاستراتيجية ما بين واشنطن وبغداد في العام 2008؟ طبعاً، وهذا يدخل من باب الدجل لهؤلاء الفاسدين يا سيدي. يعني بالمناسبة يا ريت أنه بس موضوع الاتفاقية اللي وقعها المالكي. أصلاً دخول المالكي إلى السفارة الأمريكية كان واضح أنه بدعوة من الولايات المتحدة، يعني لولا الولايات المتحدة المالكي ما يشوف حتى رئاسة الوزراء. واضحة من خلال الدخول للسفارة، وكان موجود فيها في ذلك اليوم كان موجود رامسفيلد وديك تشيني، وكانت موجودة عمتهم كونداليزا رايس. فواضح لما راح وحده ودخل السفارة وبعدين طلع على أساس محاربة الإرهاب وتشكيل الحكومة. المهم يا سيدي، هذا من باب الدجل. المالكي كان مساهم وكان وجوده بسبب الأمريكان، وكان مدعوم إيرانيا وأمريكيا من أجل حرق العراق، وهذا ما فعله فعلا. نص العراق سلم لتنظيم الدولة، والنصف الآخر من ميزانية العراق دخل إلى جيب المالكي والمقربين من المالكي، واللي العراق ده يدفع ثمنه إلى اليوم. أنا أستغرب كيف هؤلاء يطلعون بلا خجل أمام الإعلام ويقول أنه لا نقبل بوجود الأمريكان وأن العراق ليس كوريا واليابان. ما أنتوا السفارة الأمريكية أكبر سفارة بالشرق الأوسط، وأنه محطة البنزين اللي تفول بها سياراتكم هي أمام السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء. فهذا الدجل على من يا سيدي؟ وهذه واضح يا سيدي يراد أن يقال أنه على أساس نحن ضد الولايات المتحدة. تعرف التعليمات الأمريكية الإيرانية لما تأتي عن طريق ولايتي وعن طريق السفير، فثاني يوم تشوف مطايا إيران بالعراق الكل ترجع تصدح الناس، وبهذه التصريحات الرنانة على أساس أنه لا مكان للولايات المتحدة. طب الولايات المتحدة موجودة، والولايات المتحدة هي كانت عضو وشريك فيما يسمى بجبهة المقاومة، وإلا كيف تحميكم في الموصل وفي التحالف الدولي؟ طبعا التحالف الدولي طبعا، يعني أنا اللي أفهمه من ولايتي أنه يعني بلقائه مع المالكي يقول أنه جبهة المقاومة، جبهة المقاومة مع أمريكا كانت تحميكم، فمعناها أمريكا كانت عضو. شنو اللي صار اليوم؟ أنه على أساس أنه لا نسمح للأمريكان بالتواجد في منطقة شرق العراق وعلى الحدود العراقية، ولا نقبل بإقامة قاعدة جديدة في منطقة الجزيرة. فيا سيدي اللي يريد يقول للأمريكان هذا الكلام، هاي الساحة يا حمدان، تعال شوفنا على الأرض الواقع. نعم أستاذ محمد، يعني علي ولايتي صرح بأن إيران والعراق وسوريا ومن خلال التعاون المستمر فيما بينهما لن يسمحوا للأمريكيين بالنفوذ في مناطق يقطنها الأكراد. لماذا مناطق الأكراد بالتحديد؟ لأنه إيران تعلم جيدا أن الولايات المتحدة وظفت ولا يزال تستثمر في الملف الكردي من أجل وضع ضغط كبير على إيران وعلى تركيا. ما شاهدناه خلال الاستفتاء الذي تم في إقليم كردستان العراقي، وطبعا هناك كانت محاولات حثيثة من إيران وتركيا لإفشال يعني أو لتفادي تفاقم الأزمة في كردستان العراق. الآن نرى أنه هناك محاولات مماثلة للولايات المتحدة في منطقة كردستان سوريا، وإيران تخشى كثيرا من تلك المحاولات الأمريكية في تلك المنطقة التي تعطي تفوقا للأكراد وتعطيهم يعني إذا صح التعبير فدرالية، أو يتمتعون بفدرالية مستقبلية في كيان الكيان السوري إذا بقى طبعا هذا الكيان. وسينعكس ذلك أيضا على العراق، وحتى وبالطبيعة سينعكس على إيران. وأصلا إيران هي تعتبر من أكبر معاقل الأكراد، والأراضي التاريخية الكردية تقع في داخل إيران، همدان وغرب إيران بشكل عام. ومن هذا المنطلق إيران تريد أن تتفادى يعني تسريب هكذا مشروع إلى داخل أراضيها. وقالها رئيس مكتب
خامنئي محمد يقول بايغاني أن إيران لن تسمح لهكذا مشروع، وأنها تدافع بالحرف الواحد، قالها رئيس مكتب خامنئي أن إيران في سوريا تدافع عن وحدة أراضي والتراب الإيراني. هذا ما قاله رئيس مكتب خامنئي، والتوصيف الذي استخدمه رئيس مكتب خامنئي وتوصيف دقيق، ويعني الإيرانيون يعرفون جيدا أنه ما يتم التخطيط له في شمال سوريا إلى ماذا سيؤدي لاحقا. من هذا المنطلق نرى أن إيران منزعجة بشكل كبير فيما يحصل في شرق وشمال شرق سوريا، والأهم من ذلك القادم على إيران في العراق هو أكبر من ما يحصل الآن في سوريا. الإدارة الأمريكية الحالية تختلف بشكل هسه لا نستطيع نقول بأنه الاختلاف جذري، لكنه بشكل كلي تختلف عن رؤية أوباما الإدارة الأمريكية السابقة فيما يتعلق بالعراق، وحتى ما فيما فعله جورج بوش الابن حينما سلم العراق على طبق من ذهب لإيران. الإدارة الأمريكية الحالية ترى مصالحها في إبعاد إيران عن الساحة العراقية، وطبعا هذا الإبعاد يحتاج ترتيبات، وبدأت معالم وضع هذه الترتيبات تظهر. وتواجد ولاية مستشار أو كبير مستشاري خامنئي وهو مستشاره للشؤون الدولية حاليا في العراق، وبالتزامن مع اجتماع وزراء الدفاع لحلف الأطلسي في أوروبا في بروكسل، ليس من الصدفة. النظام الإيراني يعلم جيدا أن الطبخة التي تعد في العراق وفي سوريا هي طبخة لتفكيك محور المقاومة المزعومة، وطبعا الولايات المتحدة كانت عضوا في هذا المحور. كما تفضل الأستاذ بهجت في الاستوديو، الولايات المتحدة كانت ترعى هذا المحور من أجل مصالح وأهداف معينة، لكنه الإدارة الأمريكية الحالية لا تريد تلك الترتيبات التي تعطي إيران مفتاح إدارة ملف النفط والطاقة في المنطقة، خاصة منطقة الخليج العربي. وإدارة ترامب تحاول العودة إلى تحالفاتها التقليدية مع السعودية ومصر وباقي الدول العربية، ولا أن تتعامل مع إيران بهذا الشكل. أنا لا أقول أن الولايات المتحدة تريد تحارب إيران، هذه التوصيفات فيها مبالغة، لكنه الترتيبات السياسية بدأت تتغير، والعودة على ما كان عليه في السبعينات من القرن الماضي ما قبل الثورة المسماة بالإسلامية، ثورة 1979 في إيران، هناك ترتيبات كانت مختلفة. الآن بالتدريج الولايات المتحدة تحاول أن تعود بشكل جزئي وليس بشكل كامل. نعم أستاذ، تلك الترتيبات التي كان عليه. نعم أستاذ بهجت، الخارجية الإيرانية يعني أكدت بأن توجه واشنطن لفرض عقوبات على ميليشيا النجباء في العراق يعني اعتبرتها خطوة ترمي إلى إلغاء التيارات الرئيسية في العراق، هل باتت ميليشيا النجباء تيار رئيسي في العراق برأيك؟ طبعا الإيرانيين يسعون يا سيدي منذ سنوات طويلة، يعني من 2014 بتحضير لهذه الميليشيات وتهيئتها. وأنت تعرف الإيرانيين يدهم أطلقت في العراق بعد الاحتلال الأمريكي، وقامت بتشكيل هذه الميليشيات وتحمي هذه الميليشيات، وهذه الميليشيات تراها مباشرة الذراع الناطق باسم الولي الفقيه، ومباشرة تنقل لنا وبصوت واضح وجهوري موقف إيران على مستوى الدول العربية وتهديدات للدول العربية، والآن بما نسمعه في موضوع إيران. لكن السؤال أخي عمر، شنو علاقة ولايتي بالعراق؟ نعم، الإيرانيين اليوم أصلا هم في محنة، يعني اليوم الإيرانيين هناك نوع من الانتفاضة، نوع من التظاهرات، ووضعهم غير صحيح. السؤال شنو علاقة ولايتي وغير ولايتي من هذه المجموعة من الدجالين؟ شنو علاقتهم بالعراق، وبأي حق يطالبون هذه؟ الناس لا يخفون هذا الشيء، منذ العام 2003 يعتبرون العراق، وهذا شيء واقع وفعلي، بأنه يمثل بعد للأمن القومي الإيراني، ليس فقط في العراق كما أشاروا في صنعاء وفي دمشق وفي بيروت. طبعا يا سيدي أنا أعرف، لكن أين الشعب العراقي؟ يا سيدي أذكر في يعني حالة يعني من المقاربة، أنه إجا السفير الإيراني في زمن الشاه إلى رئيس الجمهورية حتى يقدم أوراق اعتماده، عبد السلام عارف الله يرحمه، قال له عندي توصية في أثناء اللقاء، قال له توصية من شاه إيران أنه انتبه وراعي الطائفة الشيعية في العراق. نعم.
تخيل أثناء مراسيم تكرم نزع الحذاء ولحق السفير الإيراني قال له أنت بأي حق توصيني بشعبي؟ لكن السؤال ليش المالكي وليش ما حد يرد على ولايتي بالعراق؟ المالكي بالله معروف محسوب على 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 مطايا ايران، لكن البقيه الباقيه الحيدر العبادي رئيس الجمهوريه رئيس البرلمان هؤلاء ثلاثه ضواد مسرح كذلك من حزب الدعوه وحزب الدعوه يا سيدي يعني هل يجوز القضاء العراقي هذا يعتبر اخي عمر انت اللي قال ولايتي بالعراق تهديد؟ سوف ناتي على ما قاله حول موضوع الانتخابات. استاذ محمد انت اشرت او استبعدت المواجهه بين واشنطن وطهران، يعني مستشار الامن القومي الامريكي هربرت ماكماستر قال بأنه حان الوقت للتصرف ضد طهران، برأيك ما جدية واشنطن بمواجهة نفوذ طهران في العراق وفي المنطقة، وما هي الأساليب الممكنة التي تتبعها واشنطن للحد من هذا النفوذ؟ يعني نحن يجب أن نلاحظ يعني هذه التصريحات أو تفسير هذه التصريحات من جانب سياسي ودبلوماسي، بمعنى أن الولايات المتحدة لن تدخل بعد في حرب مباشرة مع أي جهة في العالم. حسب ما رأيناه حتى الآن نحن لا نستطيع أن نتوقع المستقبل. الولايات المتحدة تحاول أن تحارب بالوكالة، هذا ما شاهدناه في سوريا وغير مناطق من المنطقة، فنفس الحالة ستحصل مع إيران في العراق. وإذا استمر هذه المناوشات أو خلنا نقول التوتر استمر إلى داخل إيران سنشهده بشكل آخر حتى داخل إيران إذا إيران ذهبت باتجاه الصين بشكل نهائي. حاليا إيران لم تتخذ موقفها من التقارب الاستراتيجي من الصين، وهذا التقارب بدأ يحصل تدريجيا حتى لا تستفز الولايات المتحدة. شكل هذا الصراع في العراق هو شكله واضح، الولايات المتحدة خطوة بعد خطوة ستحاول دعم بعض وليس جميع بعض فصائل المقاومة العراقية ضد هذه الميليشيات. أنا أتحدث عن فترات لاحقة، قراءتي بعد عام أو عامين من الآن، بعد ما أن وضعت الولايات المتحدة الترتيبات العسكرية والأمنية على أرض الواقع على الأرض. الآن أنا اليوم تصريح لنائب عراقي مقرب من العبادي في غاية الأهمية، الولايات المتحدة تعتزم إنشاء عدة قواعد عسكرية على الحدود الإيرانية العراقية على غرار ما فعلته في الحدود العراقية السورية. الآن الولايات المتحدة تعيد صيغة ما فعلته في الحدود العراقية السورية الآن مع الحدود العراقية الإيرانية، بمعنى أن الولايات المتحدة تطوق العراق من الشرق ومن الغرب حتى تبدأ معركتها في العراق لبسط نفوذها أو بالأحرى اقتلاع النفوذ الإيراني أو تضعيف النفوذ الإيراني أو تقليل النفوذ الإيراني في العراق للسيطرة على العراق. الولايات المتحدة حاليا تحتاج من يضبط العراق لها بعيدا عن إيران عكس ما فعلته الإدارة السابقة الأمريكية، والجهة التي تستطيع أن تضبط جغرافية العراق هي واضحة، الجهة التي تم حذفها خلال حرب عام 2003 حرب احتلال العراق. الولايات المتحدة لا حل أمامها إلا أن توزع السلطات والصلاحيات في العراق وفق الأرض الواقع وليس وفق أحزاب كرتونية وهمية مثل هذه العملية السياسية الفاشلة التي نهبت العراق التي دمرت العراق. وترامب بشكل يومي يصرح ضدهم، يعني آخر تصريح لترامب ضد هؤلاء قالها بالحرف الواحد، أنني التقيت بالإشارة للمسؤولين العراقيين الذين التقوا مع ترامب بالولايات المتحدة، التقيت مع أبرع حرامية في العالم. يعني هو لا يريد أصلاً التعامل مع هؤلاء بشكل وبآخر. وإذا لم يكن دعم اللوبي الإيراني لجماعة أوباما لا يزال قوية في الولايات المتحدة، هؤلاء يدعمون العملية السياسية في العراق ويدعمون إيران ويدعمون الاتفاق النووي. ترامب يريد إلغاء الاتفاق النووي، المؤسسات الموالية لجماعة أوباما تدعم الاتفاق النووي وتفسد محاولات ترامب في إلغاء هذا الاتفاق.
أستاذ بهجت، يعني ولايتي قال بأن بلاده لن تسمح بعودة الشيوعيين والليبراليين إلى الحكم في العراق، كيف تقرأ هذا الهجوم من قبل ولايتي؟ ومتى حكم الشيوعيين بعد العام 2003 والليبراليين؟ منذ العام 2003 ولغاية اليوم حزب الدعوة هو الذي يمسك السلطة والأحزاب المتحالفة معه. والله يا سيدي، الظاهر الإيرانيين مرعوبين من الآن، الظاهر هناك رعب من أنه مطاياهم في العراق قاموا بالفساد والسرقة، وسمعتهم اليوم بالحضيض داخل العراق. فممكن يعني ممكن الشعب العراقي يحاسب هؤلاء، مع أنه أنا يعني قليل الثقة بهذا، أنه العراقيين سيذهبون وسينتخبون هذه المجموعات الفاسدة. متشائم أنا مع الأسف، لكن بما للأمانة أنا لا أعلم ما علاقته وكيف القضاء العراقي يقبل. أنت ضيف في العراق، أنت ضيف في العراق، تقول أمام المالكي اللي هو قاسم بالدستور أن يحمي سماء العراق وأرض العراق وسماء العراق وماء العراق ومن هذا الكلام، شلون المالكي يقبل بهكذا كلام؟ لكن واضح العمالة لإيران، وإلا المفروض يقول لك تفضل اطلع برا. يبقى الليبرالي والشيوعي والبعثي وغيرها من المدنيين في العراق، هؤلاء عراقيين ومن حقهم أن يرشحون. لا يوجد عراقي ذهب إلى إيران وتدخل في قضاياهم، مع أنه أنا لا أؤمن لا بهذه الديمقراطية ولا بهذه الانتخابات وأعتبرها، لكن بأي حق يعتدي على العراقيين أمام المالكي وهو نائب لرئيس الجمهورية؟ نعم. فيا سيدي هذه جريمة، المفروض القضاء يحاسب المالكي أنه بأي حق أنت تسمح لأجنبي داخل العراق عند اجتماع ديني جاي من أجل. كان المفروض هذا الكلام إذا ولاية رجل يتكلمه أمام العبادي حتى نقول هل العبادي يرد عليه، يتكلمه أمام رئيس الجمهورية ولو هؤلاء كلهم بيادق، لكنه هذا الكلام أمام العبادي المالكي هي رسالة لباقي الكتل والأحزاب. يعني الذي مثلا التيار الصدري اعتبر بأن هذا التهديد أو الوعيد موجه إليه، بما أنه هناك بعض الشخصيات التي اسمها بالشيوعية والليبرالية والعلمانية منضمة في تحالف سائرون الذي يدعمه مقتدى الصدر. بلا شك هذا الرسالة يمكن بالدرجة الأولى إلى التيار الصدري، لكن بماذا سيرد التيار الصدري؟ لحد الآن ما كان أكو جواب. نعم. يعني أنا أستغرب لما أنتم تقولون الرسالة موجهة إلى، يعني واضح من خلال الكلام أنه ولايتي جاء بالرسالة من خامنئي إلى المالكي بهذه الطريقة، استغل وجوده مع المالكي حتى يطلقها حتى يهدد الكتل والأحزاب اللي لا تنضوي أو لا تلتقي. لأنه أنا عندي هكذا إحساس، اتفقوا كما تشاءون، تحركوا كما تشاءون، اتفقوا مع الكتل مع الأحزاب مع كل مسموح، لكن بعد الانتخابات ستعودون إلى الكتلة الشيعية. نعم. هكذا أنا أقرأها الرسالة وهي تهديد، وأنا أريد أشوف كيف راح يردون عليها بالانتخابات. نعم. القادمة. أستاذ محمد، يعني هذا التصريح، تصريح ولايتي بعدم السماح للشيوعيين والليبراليين بالعودة إلى الحكم في العراق، طبعا أثار غضب واسع في الشارع العراقي وفي وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبروه تأثيرا على الانتخابات. من خلال قراءتك، هل تريد إيران بقاء حزب الدعوة في السلطة بعد كل الفشل والفساد الذي تسبب به في العراق؟ يعني إيران لا حل ولا بديل أمامها إلا حزب الدعوة في العراق. إذا لاحظنا الأحزاب التي تشكل هذه العملية السياسية الفاشلة في العراق، يعني الآن عمار الحكيم بدأ يقترب تدريجيا من السعودية، وهناك دفع بعض الأموال والدعم السعودي له، وإيران اليوم تحديدا اليوم مواقع إيرانية منها وكالة مهر للأنباء التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية الإيرانية أعربت عن غلقها إزاء الدعم التي توفره السعودية لجماعة عمار الحكيم. هذا عمار الحكيم الذي تربى في طهران ويتحدث الفارسية أفضل من العربية، ويتحدثها كأنه يتحدث لغة أمه. بالنسبة لمقتدى الصدر، مقتدى الصدر أيضا من الذين كانوا مقربين لإيران، اختلف معهم وعاد مع إيران مرة أخرى. يعني إيران إذا تريد أن تختار من بين هذه الجماعات الموجودة الآن والأحزاب، الأفضل حزب الذي يساعدها ويساندها هو حزب الدعوة. حزب الدعوة الذي تربى في إيران أصلا وتدرب على عمليات الإرهابية في إيران،
ما قام به هذا الحزب الإجرامي الإرهابي خلال الثمانينات من القرن الماضي، محاولة اغتيال أمير الكويت واختطاف طائرة وتفجير السفارة العراقية في بيروت، تمت بفعل هذا الحزب، حزب الدعوة. هناك علاقات وطيدة أمنية عسكرية سياسية إلى أبعد الحدود، هناك علاقة عضوية، علاقة يعني علاقة تضرب جذورها في التاريخ بين إيران وحزب الدعوة، وإيران لا تستطيع أن تثق، يعني لن تجد أفضل من حزب الدعوة في الساحة العراقية ليضمن لها مصالحها. نعم صحيح. الآن نحن نرى أن نعم. عذرا على المقاطعة، الأستاذ محمد المدحجي المتخصص بالشأن الإيراني كان معنا من بريطانيا، شكرا جزيلا لك، وأرجو من الأستاذ بهجة الكردي الناشط العراقي المستقل البقاء معنا لمناقشة المحور الثاني. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد. قال عضو مجلس محافظة البصرة كريم شواك إن القرارات المتعلقة بالشأن الأمني في المحافظة تتخذ في بغداد وليس لمجلس المحافظة علاقة بالعملية الأمنية، وأضاف بأن الحكومة من خلال نزع السلاح وحصره بيد الدولة بأنها غير قادرة أو ربما لا تتمكن من ذلك في ظل ضغوط الجهات المتنفذة في المحافظة. نتابع هذا التقرير ونعود للنقاش. نقاط كثيرة اشترطها المانحون في مؤتمر الكويت بهدف موافقتهم على منح العراق قروضا لإعمار المناطق المدمرة، أهمها توفير الأجواء الآمنة للدول والشركات التي تستثمر في البلاد. التردي الأمني والفساد الحكومي كان أكثر الهواجس التي أثارت مخاوف المانحين للاستثمار في العراق، والتي بدت واضحة من خلال بعض التصريحات للمشاركين في مؤتمر الكويت للمانحين. وزير خارجية الكويت صباح الخالد الحمد الصباح أشار إلى التهديد المباشر الذي تمثله المجاميع المسلحة في العراق، مؤكدا أن المجتمع الدولي ما زال متخوفا من تهديدات المجاميع المسلحة هناك. أما الحكومة فما زالت عاجزة عن إنهاء المظاهر المسلحة وحصر السلاح بيدها، لا سيما أسلحة العشائر في جنوب العراق. صحيفة الشرق الأوسط قالت في وقت سابق إن استمرار النزاعات العشائرية في العراق يقوض سلطة الدولة ويهدد آبال الاستثمار التي كان من المؤمل أن يجدها مؤتمر المانحين الذي عقد في الكويت، الأمر الذي يمثل تنفيرا للشركات والمستثمرين العرب والأجانب من الاستثمار في العراق. مجلس محافظة البصرة كشف أن الأحزاب المتنفذة في البصرة والمستفيدين من الوضع المرتبك وغير القانوني بحسب تعبيره بدأوا يضغطون بطرقهم وأساليبهم على تحجيم القوة الأمنية القادمة من بغداد لإنهاء المظاهر المسلحة في المحافظة. هذه القوة التي أرسلتها الحكومة في بغداد والتي لم تستطع الدخول إلى البصرة بسبب ضغوطات تلك الجهات في المحافظة، إذ أكد عضو مجلس المحافظة كريم شواك أن تلك القوة تخلت عن الأهداف المرسومة لها مسبقاً واكتفت بالانتشار على حدود المحافظة وطرقها الرئيسية. أما العبادي فقد قال إن هناك الكثير من المشاكل التي تواجه الحكومة في نزع السلاح، على الرغم من تقديم رؤية قبل نحو 9 أشهر تقضي بحصر السلاح بيد الدولة. مهمة حكومة العبادي في انتزاع السلاح وحصره بيد الدولة ليس بالأمر المتاح للحكومة بسبب غابة السلاح الحالية وارتباط حائزي هذا السلاح بمراكز القرار الحكومي. ولمناقشة هذا المحور ينضم إلينا اللواء ماجد القيسي الباحث في الشؤون العسكرية من بغداد، وهنا في الاستوديو الأستاذ بهجة الكردي الناشط العراقي المستقل، فمرحبا بكما معنا. أبدأ معك سيادة اللواء ماجد القيسي، يعني برأيك هل العبادي قادر على نزع السلاح من المحافظات الجنوبية خاصة مع
قرب الانتخابات، يعني المدة المتبقية لعمر حكومة العبادي قصيرة جدا. السلام عليكم. الحقيقة مرحلة ما بعد داعش هو محاولة السيد العبادي من نزع سلاح غير مرخص وينتشر في العراق ويجوز تبدا مدينة البصرة. البصرة تعاني كثير من المشاكل، هناك سلاح منتشر، هناك القوات الجهيزة المنظمة، إضافة إلى وجود أيضا تدخلات إقليمية في هذه المنطقة. إذا المرحلة القادمة للقوات العراقية هي القيام بنزع السلاح، وليست عمليات أمنية وليست عمليات عسكرية، وإنما هي عمليات تصب تحت عنوان فرض القانون. وفرض القانون ضروري جدا لما بعد داعش ولتأمين الأجواء وتهيئة الأجواء للانتخابات. نعم نعم أستاذ ماجد، أعود إليك. أستاذ بهجت، عضو مجلس محافظة البصرة كريم شواق قال بأن الحكومة قد لا تتمكن من نزع السلاح في البصرة في ظل الضغوط أو ضغوط الجهات المتنفذة عليها. من هذه الجهات المتنفذة على محافظة البصرة حتى تمنع نزع سلاح عشائر في المحافظة أو في المحافظة الجنوبية؟ يعني أكيد جزء من عندها الميليشيات والحشد، لأنه بالنهاية العشائر أبنائهم بالحشد، فممكن جدا، وأكثر من هذا يا سيدي ممكن حتى إيران إلها دور في أنه تهيج وتحرك وتسلح بعض العشائر، وممكن حتى الأحزاب، بعض الأحزاب الشيعية تدعم بعض العشائر من أجل أن تصل رسالة أنه العبادي مو قدها، وأن العبادي ما مسيطر، وأن العبادي لا يستطيع. وأنا أقول لك العبادي فاشل، لا يستطيع ولا يوجد إمكانية لفرض أي شيء. يا رجل أخي دكتور عمر، لو هو رئيس وزراء دولة المفروض أولاً لا يسمح بأي واحد يخرج ويهدد دول الجوار علنا. الناس موجودين داخل الميليشيات، داخل البرلمان، تصريحات لا يوجد. أخي يعني قلت العراقيين خربانة، ما معقولة بلد بالعالم يطلع شخص موجود بالميليشيات يهدد دولة جارة. نعم. فإذا يهدد دولة جارة هو ما قادر على 10 نفرات هم قادة بالحشد، كيف يقدر على عشائر؟ بالمناسبة العشائر العراقية ترى من أيام زمان هي عشائر مسلحة وتحمي نفسها وتحمي مصالحها وتحمي الكثير. اليوم أبنائها أيضا مهددين في الاعتصامات، يعني أكثر من شخص تم اعتقاله ودخل السجن وإلى حد الآن اختفى. وأكو الآن عندنا شخص واحد من ناشطين المدنيين باسم الخشان أيضا، لتحياتنا إلى من هنا، ونتمنى له إن شاء الله تخرج أبناء السماوة إلى المعتقل الليبي والطلعة بالقوة. هؤلاء مجموعة فاسدين، هذه زبالة إيران دمرت العراق، حرقت العراق. وإلى متى تستمر هذه الإهانات للشعب العراقي؟ ولا تحرض على العنف بهذا يا سيدي. أي عنف؟ هؤلاء مجموعة من اللصوص والفاسدين، يعني عمليا استمرارهم سيحرق ما تبقى من هذا العراق يا سيدي. شنو الاستفاد من عده؟ يعني استبر الله احنا المدن السنيه دمروها، هذول وهابيه ونواصب ودواعش وانت ماشي بعثيه زين. هاي المدن شكو عندهم يا اخي ابناء الوسط والجنوب، يعني من البصره الى ان توصل الى بغداد، شنو اللي حصلوه من هذه الاحزاب الشيعيه ومن هذه الحكومات؟ بالعكس اساءت للشيعة وللتشيع ودمرت هاي. شوف العراق، شوف وسط العراق بمياه، لأنه أصحاب المال من هؤلاء الفاسدين المتنفذين الآن أصحاب الأراضي يأخذون المياه اللي يريدوها، وهذا الشعب العراقي يدفع ثمنها اليوم. نعم. سيادة اللواء ماجد القيسي غير جاهز معنا. أستاذ بهجت، هادي العامري انتقد إرسال قوات إلى البصرة على اعتبار بأنها يعني سوف تقوم بالإلهاء كما أسماه عن المعركة الرئيسية ضد الإرهاب. هل إرسال قوات إلى البصرة يؤثر على المعركة ضد تنظيم داعش؟ شوف يا سيدي، ما أنت تعرف هذه المجموعات عندها مشروع، عندها مشروع هذه العامري والمالكي وهذه العصابات وقادة الميليشيات. الآن همهم هو تدمير كل ما موجود في مدن السنة، أقضية، نواحي، حرق، هذا هو مشروعهم. لأنه يقول لك إحنا نهيئ نفسنا لاستلام السلطة، واستلام السلطة يا سيدي معناها نحن بحاجة إلى أن يكون هؤلاء
وقود لمعاركنا أبناء الوسط والجنوب. هذه المجموعات تريد أبناء الوسط والجنوب اللي راح يرفعون السلاح ويدافعون عن خميني وخامنئي والمشروع الإيراني. نحن بحاجة إليهم في الوقت اللي يا سيدي واضح. أيضا أنا دائما أقولها، هناك رسالة أنه يراد إيصال رسالة أن العبادي لا يستطيع إدارة العراق، وهذه حقيقة يجب أن تقال، أنه هذا الرجل لا يمكن له أن يدير العراق. أكثر من هذا أخي نعم. هذه المجموعة البائسة من خلال هكذا كلام، يعني على أساس أنه لا تذهب. وأنا يا سيدي سمعت وشفت بالعين نعم. فيديو على الإنترنت، مجموعة من أبناء عشائر في إحدى المدن الوسط والجنوب يلحقون قوات من السوات ومن القوات الأمنية بالحجر. إيه هذه لو سواها مثلا واحد من أبناء الموصل أو تكريت أو غيرها من المحافظات كان اعتبروهم هذول وهابية ونواصب وبعثية، وكان تم قتلهم وهم في الحقول. لكن بما أنهم الظاهر يخافون من أنه توصل الرصاص لهم فكان الانسحاب مالتهم. بالعموم يا سيدي هي صراع طائفي. العبادي نعم. وهادي العامري وهذه المجموعات الآن يريدون بأي طريقة أن يوصلون إلى الانتخابات بوضع أهدأ من ما يتصور، يعني ما يتوقع نعم. في سبيل الوصول إلى السلطة، لأن هؤلاء ينتظرون من أبناء الوسط والجنوب أن ينتخبوهم بالانتخابات القادمة نعم. فمن هنا أقرأ تصريحات العامري. نعم سيادة اللواء ماجد القيسي، ما الذي يدفع العشائر في البصرة وفي المحافظات الجنوبية من عدم تسليمها للسلاح للدولة؟ ما هي الأسباب الحقيقية أو التي تراها أنت؟ الحقيقة لا توجد هناك أسباب أو مبررات لعدم تسليم الأسلحة. نعم. أنا نعرف أنه المجتمعات الشرقية وحتى المجتمع العراقي نعم. أنه دائما هذه المجتمعات تحوز الأسلحة، ولكن الظاهر أنه بعد عام 2003 الأسلحة التي كانت بحوزتها هي أسلحة ليست أسلحة عادية، يعني أسلحة خفيفة تكتفي ببندقية، وإنما هناك أسلحة ثقيلة أو مثل يعني أسلحة متوسطة، وهذا يشكل خطر على الأمن وأمن المواطن. وهناك النزاعات ليست نزاعات سياسية بقد ما هي نزاعات على السلطة وعلى المال وعلى النفوذ وعلى الأراضي وإلى ما لا ذلك، وبعض التيارات العشائرية. هذه تؤثر بالتأكيد على طبيعة المشهد العراقي. نحن اليوم في مخاض، المخاض وهو أنه اللجوء إلى الاستقرار، والاستقرار ضروري جدا، فيما وأن نحن مقبلين على مرحلة إعادة البناء، ومرحلة إعادة البناء تتطلب بيئة أمنية مستدامة، والبيئة الأمنية المستدامة لا يمكن تحقيقها بظل وجود سلاح منتشر هنا هناك في العراق. أما ما يخص أنه المانح الأجنبي اليوم والمستثمر الأجنبي اليوم يحتاج إلى البيئة الأمنية المستقرة حتى يضع أمواله فيها، حتى يضع استثماراته فيها. التاريخ يقول أنه لا رأس المال جبان، ودائما هو يهرب من البيئة الغير مستقرة. لذا اليوم الخطوة الثانية بعد صفحة داعش وهي صفحة سحب السلاح من المتوزع هنا وهناك في العراق، وخصوصا الثقيل منها أي واحد، واثنين لفرض سلطة الدولة. احنا نعرف أنه واحدة من المشاكل التي كانت تعاني منها العراق انه الدوله او الحكومه لم تبسط سلطتها على جميع المدن واراضي العراق بسبب الاحتلال وبسبب داعش وبسبب الفوضى التي صاحبت هذا الموضوعين. ولهذا الدوله اليوم تلجأ باستراتيجيه جديده وهي تحقيق الامن والاستقرار للمواطن حتى تتهيأ للخطوات اللاحقه. لا يمكن فصل البيئه الامنيه عن الاستثمار وعن الإعمار، لأنه جميع هذه الصفحات هي متداخلة مع بعضها. ولهذا الدولة اليوم رجعت إلى عمليات فرض القانون، وأتمنى أن تكون التأكيد على عمليات فرض القانون، وليس هي عملية أمنية وليس هي عملية عسكرية بقدر ما هي عملية لفرض القانون بواسطة القوات الأمنية، وهو سحب السلاح. يعني لا تحدث هناك مواجهات ولا تحدث هناك مع سلطة الدولة لديها سلطة كبيرة،
لان كل عشيبه اليوم تقارب جيش او كيف يمكن للحكومه ان تقنع العشائر بنزع السلاح؟ يعني ما هي الخطوات التي من الممكن، انت اشرت انه يجب الابتعاد عن اي خطوه عسكريه او تصادم مع هذه العشائر، ما هي الخطوات البديله التي يمكن ان تساهم في نزع هذا السلاح؟ اقول انه لا ابدا لا يوجد تصادم، ومن يقول هناك تصادم بين العشائر والقانون او مع ما يمثل ما تمثله القوات الامنيه فهو يعني بعيد عن الواقع. لا انا لا اقصد ان هناك تصادم، الابتعاد عن اي صدام يحدث ربما. نعم ولهذا لانه الابتعاد عن هي بحد ذاتها القوات الامنيه والقوات العسكريه هي من تفرض هذا الواقع، انه وجود هذه القوات في هذه المنطقه ومناطق اخرى توجد فيها نزاعات هي لفرض الامر الواقع، يعني فرض امر السلطه. اما خطوات هذا النزاع فيتم عن طريق الاتصال بالعشائر وحثهم على تسليم السلاح، وليس فقط القوات الامنيه من تقوم بهذا، هناك ايضا دور مؤسسات المجتمع المدني والحكومات المحليه وغيرها، هناك عدة خطوات وليس هو فقط استخدام القوى الصلبة أو القوى الخشنة في استخدام أو أنه الوعيد أو التهديد بعدم حتمية تسليم السلاح، لا يمكن بهذه الطريقة. اليوم الوضع العراقي لا يحتمل الكثير من الصدامات ولا يحتمل الكثير من استخدام القوى الخشنة، لدينا أسبابنا الخاصة والعراق مر بهذه الأمور من عام 2003 ولعام 2014 لكن تفاقم سيادة اللواء، تفاقم النزاعات العشائرية في المحافظات الجنوبية بين فترة وأخرى يعني تجعل من الأمر يتفاقم أكثر والصدام يعني يتواصل. طبعا نحن نأمل أن تنتهي كل هذه الصدامات بين العشائر. سيدي الفاضل، انا لست بعيد عن المؤسسه العسكريه ولست بعيد عن الـ عن الـ عن الـ الواقع العراقي، انا خرجت من قبل عام ونصف وكنت قائد وامر وغيره ومليده ولدي مناصبي المعروفه في الجيش العراقي. اليوم القوات العراقيه اصبحت قوات محترفه مهنيه يقودها ضباط مهنيون ومحترفون يفهمون نظريه الامن الانسيابي، كيفيه التعامل مع المواطن، كيفيه التعامل مع المواقف الداخليه، هم بالنتيجه مواطنين عراقيين لا يمكن مواجهتهم بالسلاح. ولكن يعني عندما تكون هناك مجرمين وعندما يكون هناك منظمه مجرمه او منظمه ارهابيه وهي ليس لديها خيار سوى خيار ولكن الصدام بين العشائر يعني سقط خلاله الكثير من القتلى والجرحى. ممكن هناك عده مجالس، هناك عده مجالس وهناك عده مؤسسات ومنظمات في العراق وفيما يخص العشائر والتحاور ما بين العشائر، وهناك رؤساء لهذه العشائر، والمجتمع العراقي بحد ذاته قائم على العشائر. بالفعل هو الامر معقد يعني ما بين يعني قوانين العشيره وما بين قوانين الحكومه او الدوله. اللواء ماجد القيسي، لا عفوا، هي لا تصطدم قوانين العشيره لا تصطدم بقوانين الدوله، الا نعرف انه هو المجتمع العشائري لديه تقاليده واعرافه في حل النزاعات، وهذه هي ايضا هي تساهم في تحقيق الامن. يعني لا تتفهم العشيره ما عليها من مسؤوليات في حل المشاكل، هي ايضا تساهم الامن سيدي الفاضل ليس فقط وهذا هو المقصود طبعا والعراقيه. نعم انا ولو انا لا اسمعك جيدا ولكن انا بجبرك التقط كلمه او كلمتين منك واجيبك يعني. شكرا. الموضوع ليس موضوع يعني احنا نعرف انه العشائر اليوم لديها رغبه بان تكون الحكومه في بغداد قويه. انتهى وقت البرنامج للاسف. اللواء ماجد القيسي الباحث في الشؤون العسكريه من بغداد، وهنا في الاستوديو الاستاذ بهجة الكردي الناشط العراقي المستقل، شكرا جزيلا لكما. اعزائي المشاهدين شكرا لكم والى اللقاء باذن الله.